افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الصالة الرياضية ومبنى نادي الاتفاق الرياضي بدراز، والذي قامت وزارة شؤون الشباب والرياضة بتنفيذه، وذلك بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة علي بن عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوجهاء. وخلال حفل الافتتاح أكد سموه أن المجلس الأعلى أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع مسألة الارتقاء بالأندية الوطنية ضمن أولوياته، وذلك بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك المفدى، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي أسفرت عن تشييد هذا الصرح الرياضي. وأشار سموه إلى أن هذا المشروع يبرهن على أن مملكة البحرين انتقلت بشكل فعلي وعملي من ترديد المقولات النظرية بشأن مكانة الشباب إلى واقع عملي، الأمر الذي يعظم من دور الشباب البحريني ويجعله حجر الأساس في التنمية المستدامة. وأشار سموه إلى أن المبنى الجديد بنادي الاتفاق ستكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة الشباب في منطقة لدراز، بما يسهم في تعبئة الشباب للوصول إلى الغايات الوطنية الشاملة والحيلولة دون استغلالهم من قبل من لا يريد الخير للوطن وجعلهم وقودا للمصالح والأغراض غير السليمة، مما يعطلهم عن مهمتهم الوطنية بالارتقاء بهذا الوطن العزيز. مؤكدا أن شباب المنطقة ضرب أروع الأمثلة في التصدي لمن يريد زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واندفع بكل وطنية من أجل التضحية في سبيل الوطن واستقراره وجعل مستقبل البحرين ومن أمنه فوق كل شيء. وأضاف سموه أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى فتح أمام الشباب الطريق لصنع المستقبل الأفضل، مبديا إيمانه الكبير بشباب المنطقة الذين يمتلكون قدرة كبيرة على صنع مستقبل لهذا الوطن، ليس من أجل الارتقاء ببلده فحسب بل لتتبوأ المكانة القيادية التي يستحقها بتلك الكفاءة. وبين سموه أن جلالة الملك المفدى دائما ما يردد مقولة مهمة عن الشباب البحريني، وهي لطالما أمنا أن أسعد البلدان وأكثرها حظا هي التي يشارك فيها الشباب بإصرارهم على التجديد والتغيير وبناء الأمن والاستقرار للوطن وبناء مؤسسات وطنية واجتماعية واقتصادية.